تعالوا هنا، رايحين فين؟ انا اللي افتح، انا اكبركم. احنا مش قلنا نهدى ونركز؟ ايوه انا اللي افتح وانتوا كبار في السن. تعالى هنا، رايح فين؟ انا اللي حكم. مش معنى انت يعني مليني. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. انتوا الشركه اللي عاملين اعلان في الجرايد النهارده؟ ايوه يا فندم، اتفضلي. مش معقول احنا واقف نتكلم على السلم. اتفضلي. بقول لحضرتك ايه، ممكن والله اسال عن نوع الوظيفه اللي انتوا عايزينها بالظبط؟ طبعا يا فندم، اتفضلي حضرتك نتكلم في المكتب. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اتفضلي يا فندم. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. تفضل يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا. حضرتك تحبي تشربي ايه؟ لا ولا حاجه، انا بس كنت عايز اسال عن نوع الوظيفه اللي انتوا عايزينها عشان ما فسرتوش في الاعلان. هو حضرتك شهادتك ايه بالظبط؟ هندسه، تخصص كمبيوتر. كمبيوتر. هو اصلا والله في الحقيقه يعني ايه يعني تخصصي ملوش علاقة بالوظيفة اللي انتوا عايزينها؟ ايه ده؟ ما جابهاش وجه ليه؟ مش عارف. ومش قال لها تفضلي في المكتب جوه؟ ايه؟ كل ده ماشيين في الكوريدور؟ كوريدور؟ مفيش حد في الكوريدور يا سيد. يكونش بيفرجها عن مكاتب؟ ولا يكونش خدها ونزل؟ بسوني ده انا اصمت، انا هروح اشوفها. لا ليه؟ اتقل. حاضر. وبعدين ايه حكايه نبيه؟ اختفى ليه؟ عندك حق فعلا، نبيه اختفى فجاه. بسوني، ها، في حاجات غريبه بتحصل النهارده هنا انا مش فاهمها. متهيألي كده ان الوظيفه اللي عندكم مش ليا. ما هو انا عمال افكر ازاي ممكن نستفيد من تخصص حضرتك العظيم ده. لا ما افتكرش شركه استيراد وتصدير هتحتاج لتخصصي. على كل حال معلش، انا اسف يا فندم ان انا عطلت حضرتك. لا ده انا اللي اسف ان تعبتك معايا. طب ممكن يعني ممكن حضرتك تسيبي لي نمره تليفونك، جايز تيجي فرصه و... لا ما اعتقدش ان الفرصه هتيجي عن طريق شركتكم. انا ما اتشرفتش باسم حضرتك. مش مهم، انت يهمك اسم اللي هتشتغل معاك. ايوه كنت بقول يعني حضرتك تسيبي لي نمره تليفونك، ممكن يعني يبقى. وبعدين يا استاذ بسيوني، هنفضل قاعدين كده زي خيبتها مش عارفين اللي بيحصل بره؟ اصبر شويه لما نشوف اخرتها. طيب اخوي صبرنا. يا سامي يا فين؟ ها؟ هي طلعت مهندسه كمبيوتر. مش مهم الكمبيوتر، المهم كنت قاعد معاها فين. هكون فين يعني؟ في الاوضه الثانيه. الاوضه الثانيه؟ انت مش خرجت على انك راح تجيبها هنا؟ ايه اللي وداك الاوضه الثانيه؟ انت عارف كويس قوي ان انا عندي في الشغل ما عنديش اي مشاعر خاصه ولا اي طباع مش اللي هي. مال نبيه فين؟ اختفى، هو اخر مش عارفينه راح فين. هنفضل واقفين كده؟ ما تيجي نشوف ايه حكايه نبيه دراخ. يلا يا استاذ اتفضل. الله، انت هنا يا استاذ؟ ايه بقى اللي جابك الاوضه ديت؟ لسه جاي اكيد، لانه ما كانش هنا قبل كده. لا يا استاذ، انا كنت هنا من الاول. امتى بقى؟ من قبل ما تدخلوا هنا انت وست هانم. انت جيت في الاوضه دي ليه؟ ما انا افتكرت الاستاذ هياخد الست هانم ويدخل الاوضه التانيه. اما امرك عجيب، منين بقى تبقى فاهم انه هياخدها الاوضه التانيه بعدين تيجي معانا بعدين تسيبنا وتيجي على هنا؟ مش فاهمها ده. انتوا عارفين يا اساتذه الست هانم اللي كانت هنا دي تطلع مين؟ مين؟ مراتي. ايه ده؟ انت جيت بدري ليه؟ انت مش قلت لي انك هتمضي اليوم مع اصحابك؟ مش مهم، انا نسيت حاجه جيت اخدها ورجع تاني. المهم انت عملتي ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه؟
ايه؟ انا مش عايزه تقولي حاجه. اقول حاجه اقول ايه يعني؟ ايه يعني عايز ايه؟ وحشتني مثلا؟ مثلا ما اكذبش عليك ما لحقتش توحشني. وده اتكلمي بقى ما تطلعيش روحي. الله اتكلم اقول ايه؟ قولي انت ازاي تروح قصدي انت ازاي انت ما انا ما وحشتكيش ازاي؟ هو الوحشان بالعافيه ما لحقتش توحشني وخلاص. يعني لازم اقعد بره طول النهار علشان اوحشك؟ لا لازم. والحاجه اللي كنت جاي تاخدها مش عايزها. ايه الحكايه؟ من الصبح لغايه دلوقتي ما جوش غير ثلاثة. ثلاثة ايه يا استاذ بسيوني؟ ثلاثة ايه؟ مش في واحده منهم طلعت مراتنا بيه؟ يبقوا اتنين بس. على فكره انت فكرتني، ده نبيه اتاخر، لا يكون ده بخناقه مع مراته. لا انا وصيته ما يفتح لهاش السيره، لو هي قالت يتكلم، لو ما قالتش يخلص خالص. طب ما يمكن هي قالت وهو اتكلم وده بخناقه، ما انت عارف نبيه ده متهور. جرس الباب بس يا مسهل. انا اللي هفتح. انا اشمعنى انت حبيبي؟ اشمعنى انت؟ انت ناسي ان انا فتحت الاولانيه اللي كان اللي طلعت مراتنا بيه؟ الباب ده كان لازم يفتحه نبيه. خلاص انا هاخد دور، انا هحل محله. طب اصل على فكره يا استاذ بسيوني، لو اللي جايه دي طلعت زي الاثنين اللي فاتوا يبقى الله الغني، لا عايزين سكرتيره ولا مديره مكتب ولا حاجه ابدا. الشكل مش مهم، المهم ان وشها يبقى بشوش ومظهرها كويس. اتفضلي يا فندم. اتفضلي حضرتك. اتفضلي يا مدام. اتفضلي. احب اقدم لكم الانسه اقبال. اهلا وسهلا. تشرفنا. ده انا اللي اتشرفت. اتفضلي حضرتك اقعدي. اتفضلي. قبل ما اقعد انا ليا شروط. كمان انت اللي ليك شروط؟ حاجتي تكون يوم الحد مش يوم الجمعه، اشتغل اما الصبح اما بعد الظهر، ما احبش اشتغل اليوم كامل. الاله الكاتبه ضعفت لي نظري، الدكتور مناني من اني اكتب عليها، تجيبوا بنت مخصوص تكون تحت ايدي عشان الاله الكاتبه. اخد مرتب 3 شهور مؤدب يتخصموا مني على 30 سنة. اوضتي لازم يكون فيها تكييف. شخط ما احبش، امارة ما استحملش. هي دي كل شروطي. بس. بس. طب وهي دي برضو شروط. يا أنسة إقبال، أنت متساهلة قوي في حقوقك. دي شروط تخلي أي شركة تجري وراكي وتكسب من وراكي دهب. انا ما احبش اكون طماعه. بعدين كل شيء هيجي في وقته، لما نشتغل مع بعض اكتر سنتين ثلاثه ونستريح مع بعض هيكون لي شروط تانيه خالص. سنتين ثلاثه؟ انت مش هتعمري معانا دقيقتين ثلاثه. طيب بقول ايه، حضرتك تسيب لنا عنوانك ونمر تليفونك واحنا هنبقى نتصل بيك. الله، ده انتوا بتزحلقوني بقى، يعني عايزين تحطوني على الزحليقة. لا لا، ولا زحليقة ولا زحلقة طبعا. استاذ سامي. ايوه بسوني بيه. مش انت اللي فتحت الباب للآنسة؟ يبقى توصلها للباب تاني، واذا ارادت تسيب لك نمرة تليفونها تاخدها. تحت امرك. اتفضلي يا هاني. اتفضلي. ارجوكم بسرعه شويه، انا معروض عليا 7 وظايف، المفروض اني اختار منهم واحده في خلال 4 ايام، وانتوا بقوا حظكم. باي. باي. ان شاء الله يبقى حظنا حلو قوي ونفقدك. حضرتك شرفتينا ونورتينا. ميرسي، حضرتك لطيف زياده. الله يكرمك. كنت فين يا اخي واغشين عليك؟ خلاص اديني جيت. احب اعرفكم على بعض، الاستاذ نبيه احد الشركاء في الشركه، الانسه اقبال السكرتيره الجديده.
تشرفنا. تعالى هنا. رايح فين؟ رايح فين؟ ده انا اللي اتشرفت بسيادتك. هو انتوا كام شريك بالظبط؟ احنا اربعه يا فندم. دلوقتي انت بتتكلم بجد؟ دي اخترتوها فعلا؟ الانسه اقبال طلبت 3 اشهر مقدم واحنا وافقنا لها. والله؟ ايوه. برافو. تعالى. انا مستحيل. ليه؟ 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 مش عاجباك مثلا؟ شايفها مثلا وحشه ولا حاجه؟ على كل حال انسه اقبال احنا اتشرفنا جدا وحضرتك تنتظري مننا اتصال قريب جدا. ميرسي. مع السلامه. شايف الرئه؟ شايف الحلقه؟ خليك مهذب، خليك مهذب. على فكره ايوه، اذا اتاخرت ذنبك على جنبك. انا الطلب عليا كتير قوي. يا سلام، شايف الطلب عليا كتير قوي يا اخي. دلوقتي انت بتتكلم جد؟ لا يا اخي انا بهزر. تعالى تعالى الجماعه جوه قالني عليك. تعالى يا اخي تعالى. انت ازاي يا منى تكذبي على جوزك؟ انا ما كدبتش عليه يا ماما، هو سالني عملت ايه، قلت له ولا حاجه. كان المفروض تقولي له رحت تسالي عن الوظيفه. هو كان سالني انت رحت الشركه اللي كانت عامله اعلان وانا كدبت عليه. بقى ده كلام؟ وهيعرف منين انك انت رحت الشركه دي؟ هيسالك السؤال ده ازاي بقى يا ماما؟ يا ماما ده انا طول النهار عماله ابلع كبه ورا التانيه واعمل نفسي مصدقاها عشان ما اعملش مشاكل. طب وماله؟ هو عيب الزوجه العاقله تعمل كده، تفوت عشان المركب تمشي. خلاص يبقى مره من نفسي اخبي حاجه، وكمان مش هفضل مخبيها طول عمري، لما يجي الوقت المناسب هقول. وايه هو الوقت المناسب ده بقى؟ لما اشتغل، لما امسك في ايدي شغلانه فعلا هقول له يا نبيه انا اشتغلت. وده بقى الامر الواقع اللي انت قلتيلي عليه بالنسبه للخلفه، بس انا بقى هستعمله هنا بالنسبه للشغل اللي هشتغله. قولك كده يا راتي. قالك ايه؟ ايوه ايوه ايوه. ما تمشي زي الغزال لا يقوم زلزال. مات يا سناي، يا سناي، سناي. نعم يا سيد. تعالي يا بنت، تعالي ارملي كده وبصي لي كويس، قولي لي ايه رايك فيا؟ قمر والله يا ست. يا بنت يعني انا ما بقاش قمر الا اذا حطيت مكياج؟ قبل كده ما كنتش قمر. ازاي بقى يا ست؟ حضرتك قمر على طول. بس دلوقتي بقيتي قمر قوي. مش كده برضو؟ الله اكبر الله اكبر. روح على المطبخ يلا يا اختي. حاضر. القمر قال ونفق ولابس حفه الزوين. بسم الله علي، بسم الله علي، الله اكبر. خمسه وخميس، خمسه وخميس. اهدى اهدى. ان ما كنت ابقى احلى واشيك من مراتات صحاباتك يا عبد السلام ما بقاش انا رتيبه. ان ما كنتش اعقدهم مني ما بقاش انا رتيبه. ان ما كنت اخليك تتحايل علي علشان اتعرف عليهم وانا مرضاش ما بقاش انا رتيبه. اللي مرضاش دي المرضاش قال بقى الجمال ده كله ما يرضاش. لا لا يا عبد السلام، ده انا اقول لك عبد السلام، عبد السلام سيبني افكر يا عبد السلام. وحد الله. اصحى حبيبي انت، هو اصحى اصحى. طبعا عندكم حق تناموا، عم سعيد راح يجيب الاكل، راح في الطراوه ما جاش. على فكره انا هموت من الجوع بقى. يا جدعان قلت لكم 100 مره عم سعيد ده راجل على البركه. راجل ايقاعه بطيء جدا، حلني على ما اجيب الاكل. ده احنا هنتعشى مش هنتغدى. بعدين معاك بقى انت على طول كده همك على بطنك. خلونا في المهم، حد فيكم كتب عدد اللي جم لغايه دلوقتي؟ ايوه ايوه انا كتبت عددهم 11 واحده بالظبط. بما فيهم مراتك؟ لا اله الا الله. وبعدين بقى استاذ بسيوني انت لازم تفكرني يعني؟ لا يا سيدي، من غير مراتي. 11 واحدة، مفهومش واحدة عليها الطرف. الصبر يا قوم. بس ما هذا الحق. الأكل وصل. اتفضل. ارجع أنت المطبخ يا عم سعيد. ارجع أنت المطبخ. سيبك منه. اتفضل يا بواد. جميل. اتفضل.
ايه الفجعه اللي انتوا فيها دي؟ الراجل جابنا رومي. انا هاخد بصراحه. ها؟ لا 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 لا، ما اقدرش دلوقتي، الوقت متاخر قوي دلوقتي. طيب اكلمك بعدين. بعدين، باي باي. ولد يا هشام تعال هنا. مين اللي كنت بتكلمها في التليفون؟ دي ده واحد صاحبي يا ماما. واحد صاحبك؟ تقول له بكلمك بعدين. انا برضو قلت بكلمك بعدين. هشام انا مش عايز اكذب، هتقول لي فورا مين اللي كنت بتكلمها في التليفون، اسمها ايه؟ هي مين يا ماما اللي برضو هتكذب تاني؟ اسمها ايه؟ مها. مين مها دي؟ دي زميلتي في الجامعه يا ماما. زميلتك في الجامعه ولا بنت الجيران اللي قدامنا؟ هتكذب تاني؟ مش هكذب يا ماما. دي مها جارتنا. مها جارتنا؟ وازاي يا ولد تسمح لنفسك انك تكلم جارتنا في التليفون؟ ما هي زميلتي في الجامعه يا ماما، بس هي في كليه تانية. عشان ما هي زميلتك في الجامعه تقوم تكلمها في التليفون؟ طبعا بتقابلها بره الجامعه وجوه الجامعه. يعني ساعات بنروح الجامعه مع بعض وساعات بنروح مع بعض، مش جيران يا ماما. هشام بند واحد، ممنوع منعا باتا انك تكلم البنت دي في التليفون. بند اتنين، اذا لقيتها على محطه الاتوبيس هنا او عند الجامعه تسيبها هي تركب الاتوبيس وانت تركب الاتوبيس اللي بعديه. بند تلاته، اذا شفتها في الشارع او عند الجامعه ما تكلمهاش. ما هو الحكايه لسه في بند رابع، بلكونتك ما تتفتحش ابدا، واذا لقيتك فاتحها بعد كده انا هسمرها بالمسامير. لا مش بالمسامير، هشمعها بالشمع الاحمر. اتفضل على اوضتك. اتفضل. انت الجيران قال ايه بس اللي خلاكوا جبتونا هنا؟ ما كنا قعدنا جوه في المكتب احسن. لا يا عم بلاش الاوضه دي، وشها مش حلو بصراحه. 27 واحده لغايه دلوقتي كلهم لا اله الا الله امارات. انا مش فاهم انتوا بتبصوا للي جايين بصه غير البصه اللي انا ببصها. المهم الشخصيه مش الجمال، انتوا ليه مركزين على الشكل؟ انا مش فاهم. يا استاذ بسيوني، دي واحده هتمسك لنا المكتب والشركه، يعني الشغل كله هيصب عندها. وبعدين ممكن يجي وقت هتقعدوا معاها هنا في المكتب اكتر ما بتقعدوا في بيوتكم مع زوجاتكم. اقل ما فيها يبقى وشكوا في وش شيء جميل، مش كده ولا ايه يا عبد السلام؟ كده طبعا، انا متفق معاك تماما. يا ترى يا هل ترى 28 هتطلع ايه؟ مين اللي عليه الدور يفتح الباب؟ عليا انا، بس انا بقى متنازل عن دوري لاي حد فيكم. لا حبيبي انا متنازل عن هذا التنازل. يا سلام، دلوقتي محدش فيكم عاوز يفتح الباب، والاول كنتوا بتتخانقوا على اللي هيفتح الباب. خلاص خلاص خلاص، احنا نمشي بالدور. اتفضل افتح الباب يا سامي. صح حاضر. بقول لك ايه، اذا كانت وحشه ما تدخلهاش خالص من على الباب كده، قول لها هنبقى نتصل بيكي. حاضر. اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. اتفضلي يا فندم اتفضلي. اكيد حضرتك غلطت في العنوان، شركه نور الهندسيه فوق في الدور اللي فوق. يا اخي ما غلطتش ولا حاجه، ثم انت يعني لازم تنسحب من لسانك. مش انتوا اللي عاملين الاعلان في الجورنال النهارده؟ ايوه ايوه، احنا اللي عاملين الاعلان في الجورنال النهارده طبعا. اتفضلي حضرتك اتفضلي اتفضلي عادي. عرفت بقى ان الاوضه اللي جوه كانت نحس قوي. اتفضلي يا فندم في المكتب. مكتب ايه؟ مكتب، احنا ما صدقنا هنقعد هنا. اتفضلي هنا يا فندم. اتفضل اتفضلي يا فندم اتفضلوا. اهلا وسهلا. هي الوظيفه ايه بالظبط؟ والله يا فندم احنا المسميات والتسميات ما تهمناش، هو الوظيفه زي ما تقول لحضرتك هي يعني 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 احنا الاربعه مكونين شركه جديده للتصدير والاستيراد. والحقيقه احنا محتاجين واحده ست تكون يعني
يعني ايوه بالظبط بالظبط. هو الحق ان قرار مجلس الاداره قررنا ان احنا محتاجين واحده تكون بالمواصفات يعني تشتغل يعني سكرتيره يعني. لا 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 سكرتيره مين؟ سكرتيره. انا قلت لك احنا الشكليات ما تهمناش ما يهمناش يكون عندنا مكتب فخم وسكرتيره ترد بقى وتقول البي مشغول البي عنده اجتماع. الشكليات دي ما تهمناش ابدا ابدا ابدا. كل اللي محتاجينه الحقيقه انه سيادتك تبقي ال همزه الهمزه الهمزه همزه الوصل بين الشركه والعملاء. برافو. خصوصا ان احنا مش فاضيين. اصل احنا بنشتغل في شركه تانية بنروح الصبح. بس الاستاذ بسيوني عشان راجل عجوز هيطلع المعاش هيبقى يجي صبح وبعد الظهر. ايه معاش دي؟ ايه دي الكلمه اللي ربنا قدرك عليها؟ احنا ناقصين زنب. هو يا انسه وحضرتك اسمك ايه بالظبط؟ اسمي سلوى. انسة سلوى. نعم. انت من النهارده مدير عام الشركه. العفو يا فندم. عفو على ايه؟ ما عندناش عفو، احنا يشرفنا ان انت تكوني مدير عام الشركه. والانسة سلوى بقى معاها شهادات ايه بالظبط؟ ايه يا مواطن؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ان شاء الله تكون معاها الابتدائيه، ايه السؤال البايخ ده؟ الناس بتبان من مظهرها. اطمن. انا معايا ليسانس اداب وبحضر ماجستير كمان. ماجستير ما شاء الله عليكي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الاستاذ بشير معهوش غير الابتدائيه. تقول لك ماجستير ودكتوراه يعني على الاقل عايزه 1,000,000 جنيه. تبقى رخيصه جدا. انا موافق. بس لو في نصيب واشتغلت في شركتكم اطمنوا المذاكره الماجستير مش هتعطلني عن شغلي ابدا ولا يعطل. المهم الإخلاص في أعمال الشركة. جرس الباب. سيبيه يرن. احنا خلاص ما مش هنفتح. طلباتك ايه؟ انا ماليش طلبات. انتوا طلباتكم ايه؟ احنا ملناش طلبات. المهم انت طلباتك ايه؟ انا معايا صورة من شهادة الليسانس تحبوا ايه اللي بتعمليه ده؟ والله ما انا شايف حاجه. والله ما انا شايف حاجه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. قلبي طلع لنا الشهاده. معلش جرس. جرس. الجرس. افتح الباب يا سامي. قول لهم خلاص احنا جبرنا. انتوا متاكدين؟ طبعا. متاكدين؟ مهما كان اللي واقف ورا الباب. يا استاذ مش ممكن هيكون ارق ولا اعذب ولا اشيك ولا اعلم من كده. اتفضل. خلاص زنبوك على جنبوك. سيادتك ما رديتيش على السؤال. انا حقيقي ماليش طلبات. ازاي ما عندكش طلبات؟ اولا المرتب، وثانيا سيادتك تحبي تشتغلي يوم كامل ولا نص يوم؟ المرتب مش مهم. المرتب اللي هتحددوه انا مش هناقشه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ايه ده؟ صورة طبق الاصل من نمرة 19. فاكرينها؟ 19. لا 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 الحمد لله احنا كده كويسين قوي. ايوه يا فندم. نص يوم او يوم كامل ده حسب ما الشغل هيحتاج. ان شاء الله حتى اشتغل 24 ساعة في اليوم. ايه اللي حضرتك بتقوليه ده يا انسة؟ ده انت عملة نادرة في الزمن الصعب ده. العفو يا فندم. انت بتعينا من النهارده من امبارح. اتفضلي اتفضلي معايا على المكتب. عن اذنك. اتفضلي اتفضلي معانا على المكتب. اتفضلي. 17 جنيه و86 قرش و3 مليم نور في شهر واحد؟ ليه؟ ده انا لما اتخبطت في نافوخي وتهورت وكنت بقعد اتفرج على التلفزيون اشوف الفيلم العربي والمسلسل العربي والمصارعه الحره دفعت 6 جنيه و12 قرش ونتله وتوبت وحرمت وما بقتش اقعد اتفرج على التلفزيون وقفلت وقلت خربان. اقوم دلوقتي ادفع 17 جنيه و86 قرش و3 مليم؟ لا دفعت 17 جنيه و90 قرش. قال ايه دلوقتي ما عادش فيه فكه لا قروش ولا ملاليم. يعني يخرب بيتك يا عطيات يخرب بيتك يا عطيات. ليه ده كله؟ كل ده من بنت سميح من ست سلوى هانم. امال ايه طول الليل المذاكره في الكهرباء تجويه دمها
بالكهرباء، الشاي والقهوة بالكنكة أم كهرباء، ومش بعيد كمان الراديو الصغير بتاعها تلاقيها عشان توفر توفر البطاريات تشغله طول الليل وتسمع الراديو بالكهرباء. لا ده يبقى كده خراب بيوت، خراب بيوت مستعجل. أنا لا يمكن أسكت أبدا. هيدا 17 جنيه و86 قرش و3 مليم، لا 17 جنيه و90 قرش ليه؟ هو أنا كنت بدق فلوس على المطبعة؟ ما قلتيش المرتب كام؟ ده سؤال برضه يا استاذ بسيولي. واضح ان الانسه مش هتاخد اقل من مليون جنيه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني مليون خالص خالص خالص. الاستاذ نبيه واضح انه بيهزر طبعا. احنا بنبتدي بما هي 70 جنيه في الشهر، وبعد 3 4 اشهر لما حضرتك تستريحي لنا واحنا نستريح لك، يعني قصدي في الشغل يعني، بنزود المهية ل 100 جنيه في الشهر. اللي تشوفوه يا فندم. 70 جنيه و 70 جنيه. بتفضلي. مبروك يا انسة سالم، مبروك 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 علينا كلنا. مبروك علي انا كمان. لا بجد مبروك علينا وعلى المكتب يعني. ان شاء الله العمل يبدا والشركة تنجح على ايدينا وبمجهودنا كلنا. نتعشى من الانسة سلوى تقوم بالعمل بكل اخلاص، لانك زي ما انت عارفه كلنا الصبح مشغولين في عملنا في الشركه الثانيه. يا اخي ان شاء الله الانسه قد العمل ودود، واضح انها بنت حلال قوي. مش كده بس، الانسه بتقول انها من الزقازيق يعني شرقويه، والشرقاوي دول ناس جدعان. انا احب الشرقاويه. الله يخليك، ما هو انا كمان شرقاوي. يا سلام اخو، من امتى؟ طول عمري من منيا القمح. يا رب يا رب يوفقنا كلنا العقد بتاعك. طيب استاذن انا بقى. اتفضلي اوصل حضرتك. نيجي نوصلك كلنا. هلا وسهلا. على البركه ان شاء الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سامي ما قلتليش، ايه رايك بقى؟ يعني مش بطاله. يعني مش بطاله؟ يا سلام يا اخي، يا سلام عليك. لا اصل انا كنت هجيب لكم واحده تشوفوها بكره الصبح احلى منها 100 مره. قول لي كده. لا يا سيدي مش عايزين حد من طرفك. يا مؤاخذة يا فندم، هي رتيبة سابتك لوحدك ليه يعني؟ رتيبة؟ يا رتيبة ما تشوف الضفة اللي يا رتيبة رتبة؟ يا مؤاخذة يا فندم، أصل رتبة العظمى لها تصرفات كده، سابت حضرتك لوحدك ونزلت ليه مش عارف يعني. رتيبة ثانية. أنا رتيبة يا عبد السلام. إيه اللي عاملاه في روحك ده؟ بعمل لك شرز. زرز؟ إيه زرز ده؟ بص يا عبد السلام، شوف يا عبد السلام، إيدك معايا يا عبد السلام. لا 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 لا. يا عبد السلام يا أختي علي. هي مهروشة اللي عاملاه في روحك ده؟ إيه؟ عاملة حاجات حلوة مش كده؟ حلوة؟ حد قال لك حلوة؟ أنت شفت نفسك في المراية؟ شفت. شفتي يا عبد السلام؟ لقيت قمر، قمر واقف قدامي. قمر؟
ايه يا عبد السلام، انت مش كنت دايما تقول لي يا رتيبة هندم في نفسك يا رتيبة، جملي في نفسك يا رتيبة؟ ادينا هندست وجملت اهو. شايف يا عبد السلام، انت فاهمه لما تحطي 5 كيلو بودره و4 كيلو روج والبتاع الازرق والاخضر والاحمر والسبلاك ده والقفه اللي لابساها ديت، ده بس مهندمه ولا تجميل ولا تجمل؟ يا سلام يا اخويا، ومزعل نفسك ليه؟ وكنت دفعت حاجه لما احط 10 صوابع روج ولا 5 كيلو جبنه في وشي؟ من فلوسي، كل من فلوسي. كله عندك الفلوس، نفس الاسطوانه هي، ما فيش غيرها، يا باي عليك وعلى الفلوس. اف ايوه هي اسطوانه واحده ما فيش غيرها. انت غلبتني معاك يا شيخ، قعدت تقولي هندمي في نفسك، انت وليتي اتجملي ازيني بدل ما انت متدهوله كده ومتكركبه على الاخر، ادينا اتهندمنا وتزوقنا وتجملنا وبرضه مش عاجبك. المكياج له فن، له اصول يا رتيبه يا بنت نظيره. بلا اصول بلا عرب بعد يعيش هتعرف. يا سنية سنية، تعالي على عين الهباب ده. يا باي قفلتيها بغم، الله يعفن عليكي. مساء الخير. مساء النور. كنت فين طول النهار يا رسيم؟ كنت مع اصحابي. ايه ما شوفش اصحابي؟ عاوزاني اقعد طول النهار معاكي وانت بتصححي في الكراريس؟ فسوخه تقعد جنبك متفائله بيا، نفس تسمعيه وانت قاعده؟ لا اهدى، انت اعصابك تعبانه قوي. هما اصحابك نرفزوك ولا ايه؟ لا اصحابي ما نرفزونيش، اصحابي ظراف جدا. بالعكس بقى، لما بروح لهم متنرفز وروحي طالعه هما اللي بيخففوا عليا وبينسوني الهم اللي انا فيه. تقصد ايه يا بسيون؟ اقصد اللي بقوله لك بالظبط يا جمالات. يعني قصدك تقول انك بتروح لهم من عندي هنا مهموم وروحك طالعه؟ وافرضي انه قصدي كده، هتعملي ايه؟ لا بقى، ده انت اللي عشتك هم وتطلع الروح، وكتر الف خير ان انا مستحملاك يا بسيون. انت اللي مستحملاني يا جمالات؟ ليه؟ ده انا اب مثالي وزوج مثالي. طب بس يا اخويا النبي، ما تقولش الكلام ده لحد اللي يضحكوا عليك. الاب مثالي وزوج مثالي. بقول لك ايه يا جمالات، انا جاي من بره سعيد ومضيت يوم من اسعد ايام حياتي، من فضلك ما تعكنينيش عليا وتخرجيني من السعاده اللي انا فيها. سعاده؟ اسمع الله عليك يا حبيبي، اشبع بالسعاده دي مع اصحابك. اوعى رجلك. قفلتيها بغنى، الله يغمك. لما تبقى تقولي لي انت كنت فين النهارده الصبح بقول لك انا كنت فين. وانت لما تبقى تقول لي مين اللي قال لك انه شافني نازله من تاكسي بقول لك انا رحت فين. يعني ايه بقى؟ واحده بواحده؟ لا يا سنابيه، تبادل معلومات. يا هانم انا الراجل، ولما راجل يسال مراته كنت فين او اي سؤال ما تجاوبش عليه بنفس السؤال. ليه؟ ايه اللي ليه؟ هتجاوبيني برضه بسؤال؟ انت دلوقتي ما سألت السؤال، كلامك الاخراني ده ما كانش سؤال. طيب انا النهاردة الصبح كنت مع اصحابي، انت بقى كنت فين؟ معهم طول النهار؟ برضو هتجاوبيني بسؤال؟ لا استنى، مش طول النهار، مش انا جيت اثناء النهار هنا ونزلت تاني؟ ايوه، لما جيت تاخد معرفش ايه وبعدين حتى نزلت على طول من غير ما تاخد حاجة وما كنتش كده على بعضك. لاخر مرة بسألك، انتي كنتي فين؟ قريت اعلان في الجورنال عن وظيفة ورحت اتقدم لها. نعم؟ وظيفة؟ وباذن مين تروح تقدمي في وظيفة؟ باذن المنطق، باسم العدل، باسم تخصصي في الكمبيوتر، باسم حق الزوجة في العمل. بسم الله ما شاء الله، ده انتي بليغة هو محدش حاسس. وقبلوكي بقى في الوظيفة دي اللي مش هتشوفيها بعينك ان شاء الله؟ لا انا اللي مرضتش بيها، عشان لقيتها مش تخصصي وكمان مش من مقامي، واصحاب الشركة كده ما عجبونيش، شكلهم ما عجبنيش. ايه شكلهم دي ليه بقى؟ لقيتهم كده هايفين. فليكن، احنا مالناش دعوة بقى، ما نجيب سيرة الناس. بقولك ايه، لاخر مرة تخرجي من البيت من غير اذني، فاهمة؟ حاضر يا سيد. نكدت عليا؟ الهي نكد عليك بحق النبي.
مساء الخير يا طنط. مساء النور. انا اسفه اني اتاخرت. لا براحتك، البيت بعيدك. الله، ده ايه اللي وقع مني ده؟ ده وصل النور. تصدقي يا سلوى ان النور جه النهارده؟ هما ساعات يعملوا كده، يتاخروا قوي يقوموا يبعتوا 3 4 اشهر مع بعض في وصل واحد. لا يا دناير، ده شهر واحد 17 جنيه و86 قرش و3 مليم. لا الراجل لها في الباقي خد 17 جنيه و90 قرش بس. ده كويس قوي. تعرف يا طنط، احنا عندنا في الزقازيق ساعات وصل النور بيجي في الشهر 20 و25 جنيه. يمكن عاملين لك تخفيض. لا تخفيض ولا حاجة، انا يا دنيا عمري ما دفعت المبلغ ده. انا بالكتير بالكتير بدفع 295 قرش يوم، بتتنعظم 3 جنيه. 3 جنيه ايه يا طنط؟ ده لو الكهرباء فضلت مقطوعة طول الشهر برضو هتدفعي اكتر من 3 جنيه. طب تصدقي ان انا مرة جاني الوصل ب6 جنيه و12 قرش، رحت بلغت وجم وفعلا لقوا العداد خربان. امتى ده؟ قبل انت ما تيجي هنا. طب خلي الوصل معايا وانا هروح ادفعه بكرة الصبح. خلاص، ما الراجل جه وانا اللي فتحت له ودفعت وخلاص. طب معلش، من فضلك يا طنط عطيات، الشهر الجاي ما تدفعيش النور، ابقي خليلي الوصل وانا هروح ادفع. تصبحي على خير. انت لسه هتقعدي للشهر الجاي؟ متشكر يا عم سعيد. نعم متشكر يا عم سعيد. العفو يا ابني. صباح الخير يا عم سعيد. صباح النور. صباح الخير يا استاذ سامي. صباح الخير يا سلوى. تسمحي لي اقول لك يا سلوى؟ ما دام هنرفع التكليف اسمح لك تقول لي يا سالي. كل الناس بتندهلي سالي. خلاص انا كمان اقول لك يا سالي زي كل الناس. انا اسفه قوي اني اتاخرت النهارده، اصلي رحت المحل عشان اقدم استقالتي. المحل؟ محل ايه؟ قصدي محل ما بشتغل عشان اخد خلو طرف، هو ده اللي عطلني. انا متاسفه قوي. ولا يهمك. تشربي ايه؟ اشرب ولا حاجه؟ هو انا جاي الضيف ده؟ انا جاي اشتغل. طيب ما كل الناس في الشغل بتشرب حاجه برضو، يعني ممكن يشربوا فنجان قهوه، فنجان شاي، حاجه ساقعه. لا شكرا، انا عايزه ابتدي شغلي. طيب قبل ما تبتدي الشغل اتفضلي مفتاح الشقة. شقة؟ شقة ايه؟ الشقة اللي احنا فيها دي، قصدي المكتب يعني. وليه مفتاح المكتب يبقى معايا؟ اصل انت بتيجي هنا بدري الصبح واحنا بنكون كلنا في الشغل وما بنجيش هنا، وبعدين عم سعيد راجل سمعه تقيل، يعني لو ضربت الجرس وما معكيش المفتاح مش هيفتح لك. و حضرتك مش في شغلك ليه؟ مش احنا برضو الصبح؟ ما بلاش حكايه حضرتك دي. وبعدين ده انا سبت شغلي وجيت مخصوص عشان حكايه المفتاح دي. امال عم سعيد فين؟ بتسالي ليه؟ عشان يعمل لي قهوه. طب ما انا عرضت عليك القهوه قلتيلي مش عايزه. معلش دلوقتي عايزه اشرب قهوه، جالي صداع. صداع؟ معلش الحكايه برضو محتاجه الوقت. انتوا مش ملاحظين حاجه؟ ايه؟ سامي امبارح ما كانش طايق البنت الجديده. ايه الكلام ده بقى؟ ده زهل زينا بالظبط اول ما شافها. ده بيتهيألك، ده كان طول الوقت باصص لها بعدم اهتمام. ولا لما جت ساعه المهيه يحدد لها 70 جنيه؟
يعملوا ايه 70 جنيه مفتري في الايام اللي احنا فيها دي؟ ما هو حاطتهن على الوظيفه لواحده من طرفه. لكن ده بعده. سلوى اتعينت وتثبتت. انا ملاحظ ان عمال يطلع عيوب في كل اللي بييجوا. اتاري منظر على الوظيفه الواحده من طرفه. احنا نسينا حاجه مهمه جدا. الحله شاطت ولا اللبن فار ولا سلوى مش هتستلم الوظيفه النهارده؟ طب وانت منفعل قوي كده ليه؟ ما زمانها راحت المكتب واستلمت الشغل وبتشتغل فعلا. يا نبحتك يا نبيه. وهتدخل المكتب ازاي ومنين؟ منين ده ايه؟ هتدخل من الباب طبعا. من الباب؟ يا نهار ابيض. باب ايه؟ باب ايه يا نبيه؟ مين هيفتح لها؟ عم سعيد. هو مش عم سعيد بيبات هناك؟ ما هو ده اللي عاوز اقوله. عم سعيد مش هيسمع الجرس. دي لو قنبله فرقعت قدام الباب مش هيسمعها. والله عندك حق. دي زمانها عماله تدق الجرس من 8 الصبح لحد دلوقتي. دلوقتي ايه يا نبيه؟ تعالى يا ابني اعل. والزمانه قاست ومشت وروحت. قولوا لي هي كاتبه عنوانها في العقد؟ لا لا. طب ودي هنجيبها ازاي؟ يا سلام، انت خلاص افترضت انها فعلا راحت وضربت الجرس وعم سعيد ما سمعهاش وروحت وقررت ما تجيش تاني؟ ايه؟ لا لا لا. انت بتفهم يا سيد عامل لي ازيكم يا جماعه؟ يلا ما تاخدناش في دوك يا اخويا. انت ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي؟ لو تكون روحت يا فرحه واحد صاحبنا فينا. يا مين دي؟ ومين صاحبكم ده؟ ما تفهموني ايه الحكايه؟ يلا يا جماعه. ايه على فين؟ على مكاتبنا؟ مكاتبنا ايه يا سامي؟ على مكتبنا الخاص. انت ناسي ان السكرتيره الجديده زمانها جت وعم سعيد ما سمعهاش وروحت؟ النبي لو سمحت انزل هات لنا تاكسي بدون تكليف. يلا حبيبي. ماشي. ما يلا يابا، مش نازل معانا ولا ايه؟ لا انا مش هنزل معاكم. ايه؟ انا قاعد هنا. وانتوا كمان ايه هتقعدوا معايا هنا؟ هتقعد فين؟ قوم يا سامي قوم يا ابني. هنقعد هنا في مكتبك وهتجيب لي حاجه ساقعه كمان. والله يا اخي ده انت اللي ساقع. ما تقوم يا جدع انت. اصل يا جماعه افهموا، سالي موجوده في المكتب دلوقتي. ايه سالي دي؟ سالي دي السكرتيره الجديده او مديره المكتب، مش عارف بقى هتسموا الوظيفه الجديده دي ايه. سموها زي ما انتوا عايزين. هي اسمها سالي؟ ايوه اسمها سلوى، وبيدلعوها يقولوا لها يا سالي. ايه ده؟ طب وانت عرفت منين انهم بيدلعوها بيقولوا لها يا سالي؟ وعرفت منين انها في المكتب دلوقتي؟ لاني لسه جاي من هناك. ايه؟ ودخلت ازاي؟ انا اللي فتحت لها. الله، معنى كده انك رحت قبلها كمان؟ ايوه، ودت لها مفتاح الشقة. اسمع يا اخ سامي انت. لا معلش يا نبيه، بلغ السيل الزبا، هذا لا يحتمل. قبل ما حاسبك على مروحك هناك لوحدك قبلينا، احب ان اتفق على حاجة مهمة جدا. اللي هو ايه بقى يا استاذ عبد السلام؟ كن في معلومك يا استاذ ان احنا مأجرين مكتب مش شقة. لما تيجي تتكلم تقول المكتب، رحت المكتب، جيت من المكتب، مش الشقة. ها هي دي بس؟ حاضر يا سيدي. وايه اللي وداك الشقة؟ اهو قالها. المكتب. قصدي المكتب. اللي وداني هناك تاكسي نمرته 17688. أجرة القاهرة. ورحت لدكاترة كتير. لو داني بتصلح ولا عينيا بتشوف كويس. قلت أوفر فلوسي. بس مش لازم تيأس يا عم سعيد. نعم. بقول لك مش لازم تيأس، لازم تشوف دكاترة كويسين في العيون وفي الودان وتروح لهم. والله يا ست سلوى الشافي هو الله. صباح الخير. ازيك يا عم سعيد؟ الله يسلمك يا ابني. صباح الخير. عامل لنا قهوة يا عم سعيد. على مهلك. حاضر. صباح الخير. صباح الخير. قول مساء الخير. احنا بقينا الساعة 3 بعد الظهر. بالمناسبة يا ترى مبسوط شغل ايه؟ هو انا لسه استلمت. الله، وما استلمتيش ليه؟ وهو انا لقيت شغل وما استلمتوش. طب وما سألتيش انا ليه يا سالي؟ كنت سلمتك الشغل. لا معلش، مش قوي كده، مش قوي كده بصراحة. هي عندها حق، واحنا لسه عندنا الشغل يا جماعة. اصل يا انسة سلوى مش سلوى برضو؟ يا ريت يا فندم تقول لي يا سالي.
اصل يا انسه سالي احنا لسه في شغلنا، لسه ما بدناش الشغل التقيل التقيل يعني الجد، عشان مستنيين ان انا متردد ليه؟ قول على طول، اصله كبير قوي في السن وهيتحل على المعاش قريب هنشتغل. بعد قد ايه؟ لا لا لسه بدري، لسه قد إيه؟ لسه 3 اشهر. طب بس ليه؟ لا انت ما تاخديش بالك، انت من النهارده متعينه، من النهارده مرتبك ماشي. انا مش قصدي، بس ما فيش حاجه اسمها بس، كتبك وابحاثك تجيبيها هنا وتذاكري الماجستير بتاعك هنا. المكتب ده مش عاجبك عاوز واحد غيره؟ لا كويس قوي، انا متشكره قوي. طب اتفضلي معايا دلوقتي بقى، اتفضلي اتفضلي. ايه في ايه؟ اتفضلي. ايوه يا عم، ده تقيل عامل قدامنا، ما تعرفهاش، ما بتكلمهاش، وانت من ورانا. ايه من وراكوا ايه بس؟ من ورانا بقى بتتسحب وتيجي على هنا وتقعد تستناها وعامل لها مفتاح زياده. يا جماعه يا جماعه، انا مش زي ما انتوا فاكريني، ده انا ساذج. ايه ده؟ طنط عطشيات مش جوه وبتقولك هي سافرت عند ابنها وهتقعد عنده على طول ولمتلك حاجاتك في الشنط دي.